اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن عادل طعيمه. ازيك كابتن عادل؟ كابتن اسلام ازيك؟ مشرف ومنور. انت اللي مشرف. بنستنى دايما اطلالتك معانا الحقيقه كل اسبوع لانه بنستفيد الحقيقه من وجود حضرتك معانا لانه كلامك بيكون دائما واضح، يعني دايما المباريات اللي حضرتك بتتكلم عنها كانك شايفها. فشايف مباراه بكره ازاي؟ لانها مباراه صعبه في توقيت صعب. برضو زي ما قلت لحضرتك قبل كده، انت ما فيش صعب وسهل، لكن في ان انا عارف التيم المنافس انا بلعبه ازاي وبدرسه كويس وبأدي الدور بتاعي. أيوة. فاحنا يمكن حللنا الماتش بتاع سموحة وقلنا ان الاخ طارق العشري عايز يلعب ورا علي معلول، فجايب ولد صغير سريع، الكرة بتتلعب له مجرد هو حاطط 10 جوه 18، ومجرد ما بياخد الكرة بتتلعب ما بين محمد عبد المنعم وعلي معلول، وبيقطع علشان، ويمكن كان في انفراد وكانت اللعبة دي متكررة يعني. فهم بكرة بيقفل مساحات وبيقفل الحتة بتاعت المرمى بكثافة عددية كبيرة، وبيعمل كثافة في وسط الملعب علشان ما يبقاش فيه اختراقات. نعم. طبعا كولر طبعا استاذ والجهاز الفني وعلى اعلى مستوى. اعتقد ان هم كان الماتش كان قريب قوي، غير السنه اللي فاتت. يعني سموح السنه اللي فاتت مع احمد سامي كان قصه تانية، لعب طريقه لعبه مختلفه خالص، علشان نعم. كده السموحه متاخر جدا في ترتيبه في الجدول وفي الاداء، حتى الاداء ما فيهوش متعه ما فيهوش حلاوه. طارق كل الفرقه اللي بيتولاها بيبقى عامل الجانب الدفاعي وبيلعب على المرتده حقيقي، وبيقدر يحفز لعيبته كويس، يعني بيدي لهم طموحات ويدي لهم حوافز. بس برضو في عيب، ويمكن انت اشرت اليها يا كابتن، انه في الهاني سليمان بيضيع وقت. لا مش هاني بس، الفرقه كلها الماتش اللي فات كلها كانت بتقع، ما فيش لعيب ما وقعش يضيع وقت. كنت بتكلم على 6 ثواني، صح؟ عند حضرتك حق، هم اللعيبه 11 لعيب كلهم الحقيقه كله كان بيقع يا كابتن. والسمانه وتروح تعمل، وبعدين طبعا لما بيكون القاضي او الحكم بيدي فرصه. احنا شفنا مره حكم اظن كان جاي من احد الدول الاوروبيه، وبعدين في جول وقع راح ممشي اللعب، راح قايم بسرعه. صحيح. فاكر انت الماتش ده كان فرجع اداله انذار صح. فهي عايزه كده، لان الراجل اللي بيشتغل في مهنه التحكيم ده عارف انه في ربنا بيراقبه قبل ما يكون في رئيس لجنه حكام او اتحاد كره بيراقبه. حقيقي في ربنا بيراقبه. فطبعا ماتش بكره لابد يبقى فيه اختراقات من الاطراف، تسديد من الخارج، مندفع من الخلف. مفيش حاجه ان انا العب براسين حربه، راسين حربه صعبه جدا في وسط الكثافه ديت. الحاجه الثانيه واللي بتمناها ان احنا لما بنوصل على الاطراف ما تتلعبش الكره عليها، تتعمل الكره على الارض مع الكثافه العدديه ومع الرجلين الكتيره بتبقى في منتهى الخطوره. حتى لما راحتش لزميلي المدافع بيبقى في حاله توتر غير طبيعيه، يعني اللي بيلعب باك رايت او باك ليفت من عندنا، ومجرد ان احنا بنعمل الاختراقات ومجرد ان الكره وصلنا للثلث الاخراني الكره بتتلعب على الارض بتبقى في منتهى الخطوره، سواء جوه 6 يارده او على بره 18. التسديد مهم جدا، شفنا قد ايه عمرو السوليه جايب جول رائع، والتسديد من بره ابتدينا نشتغل على التسديد من الخارج، ودي برده من الحاجات الجيده جدا. قرايه ماتش بكره، الماتش فيه خروج وبالتالي هيبقى فيه حذر من سموح. ما انا عايز اسال حضرتك بقى يا كابتن، ايه الفارق ما بين مباراه النهارده بكره ان شاء الله ومباراه الشهر اللي فات او من ثلاث اسابيع اللي كانت في الدوري؟ لانه انت في مباراه الدوري انتهت المباراه بالتعادل، بكره لن تنتهي المباراه بالتعادل، واحد من الفريقين هيكسب. فايه الفارق؟ يعني كولر شاف سموحه وشاف طريقه لعبهم، على الجانب الاخر كابتن طارق العشري اكيد 100% دارس النادي الاهلي ودارسه كويس. يعني ايه اللي ممكن يحصل بكره؟ طارق مش هيغير، لانه كابتن طارق مش هيغير، لا طريقته وعارف امكانيات لعيبته، فعامل كثافه جوه ال 18 الثلث الاخراني قدام المرمى، بيبقى قافل الاطراف وقافل العمق وبيلعب على المرتده عن طريق. اعتقد ان بكره برضه هيخلي، لان علي معلول ورقه رابحه في عمليه الهجمات بتاعتنا،
فيحط له حد سريع بحيث ان الكره مجرد ما بتقطع تتلعب من ورا علي. طبعا كولر في الوقت ده لابد يبقى مأمن الحته دي كويس لما علي يزيد. نعم. لابد حد في نص الملعب يبقى على رايح على الطرف. كنت بتمنى انه بكره نلعب 4-3-3. اوكي. 4-3-3 لان انت هتبقى الكثافه في وسط الملعب مع التامين. 4-3-3 البعض بينظر ليها، انا اسف ان انا قطعت حضرتك، ولكن البعض بينظر ليها انها طريقه دفاعيه اكتر منها هجوميه. العكس. اوكي. ليه بقى يا كابتن؟ اتفضل. انت عندك اربعه مدافعين. اوكي. الثلاثه اللي في نص الملعب مثلث مقلوب. يعني واحد واثنين قدامه. ايوه. اوكي. يعني لو انا مثلا حمدي فتحي، عمرو السوليه، ديانج، يبقى حمدي هو اللي قدام السردباكين. حمدي فتحي هيبقى هو قدام السردباكين. على الطرف هنقول ديانج. عمرو السوليه بالمناسبه بيقولوا ان في شد خفيف كده في، بس هذا الامر لم يتم الاعلان عنه حتى الان، ولكن احنا سامعين بس اخبار، بنحاول نتاكد من هذه الامور وهنبلغ حضراتكم طبعا. يا ريت والله يا كابتن، يا ريت حتى لو مش متعور يريحه بكره عشان ماتش يوم السبت. اوكي. لان انت في وسط الملعب محتاج جهد، محتاج رقابه على الاطراف بتوعك لما بيزيدوا. فالمثلث المقلوب هيبقى فيه حمدي فتحي وفي ديانج وفي اي حد هيبقى موجود، اذا كان مروان عطيه ممكن جدا يبقى في الحته ديت، ممكن يعني يبدا بمروان. هيبقى دايما ديانج في الهجمات بياخد الكره زي ما عمل في الماتش بيراميدز اعتقد لما زاد وجاب لا مش بيراميدز اظن بيراميدز لما زاد ورقص وراح. انا مش فاكر الماتش الاجوان كتير. الحمد لله. فديها طريقه هجوميه مليون في الميه. اوكي. ما بتعتمدش على واحد صانع لعب. صحيح. لا، لان انا صانع لعب في الماتش بكره انا مش محتاج حد هيبقى عندي مساحات علشان اقدر ان هو يعمل لي باصه او تمريره او لا حاجه. لكن اللي هيبقى مندفع من الخلف دي اللي هتبقى تفاجئ الفرق اللي هي بتادي بالشكل ده. الحاجه الثانيه عمليه التسديد وعمليه المندفع من الخلف وعمليه الاطراف دي كلها اعتقد هتبقى اوراق رابحه جدا مع التامين ان علي لما بيزيد. الحاجه الوحيده اللي ممكن تشكل خطوره على النادي الاهلي ان انا بستغل الجبهه بتاعت علي معلول، ان انا ولا بزيد الزياده ديت. يبقى كلامنا مظبوط يا كابتن. ماتش بيراميدز اعتقد بالظبط كده، ماتش بيراميدز الجول الثاني. فاعتقد ان شاء الله باذن الله تعالى شبابنا ورجالتنا اعتقد ان هم باذن الله يعني هيأدوا بالاداء المعتاد بتاعهم. ايوه. وبالمناسبه يا كابتن ليا طبعا زي ما سمير جاب الجمهور، احيانا بسمع من اخواتي وزمايلي ومحبين النادي وابنائي، ويعني يقول لك الجمهور لازم يقف في ظهر الفرقه. نعم. الله، ده الجمهور واقف من 1907 حتى الان. صحيح. واقف زي ما يكون ابن حضرتك ناجح جدا وتفوق جدا بيجيب لك الدرجات النهائيه واول اخره، وبعدين انا اقول له انت ليه ما بتذاكرش؟ لا، ده الجمهور ده نمرة فضل ربنا الأول، فضل ربنا الأول ثم الجمهور بتاعنا. حقيقي. في الحر، في الحلوة وفي المرة وفي كل الأوضاع هو وراك. الفترة اللي فاتت ديت فترة يناير والناس اللي بتتكلم على الصفقات، الناس بتقابلنا في الشارع أو بيكلمونا، الناس قلقانة عايزين صفقات. القلق ده يعني حب. طبعا. قلق يعني حب، يعني عايزين. ولكن الكل واقف في ظهر النادي وواقف في ظهر إدارته وواقف في ظهر قرارات اداره. عمره ما عمر جمهورنا مش بتاع اراء. نعم. مش في 3-4 يعني بيخشوا يعملوا شغلانه. جمهور النادي الاهلي ده في الارياف وفي الصعيد وفي كل مكان في مصر، مش اللي هم قاعدين على التليفون بيعملوا حاجات وبتاع، مش ده الجمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي امشي في الشارع وشوف الماتشات الاهلي وهي بتتلعب، الشوارع كلها فاضيه، الكافيهات، البيوت، الرجه لما الاهلي بيجيب جول في كل محافظات مصر. صحيح. فمش هم القله اللي هم بيعملوا شغالين على المواقع والحاجات دي. وخلي بال حضرتك برضه السوشيال ميديا لها دور مهم جدا، ولكن في النهايه اداره كره القدم هي من ترى ايه الانسب، وهي عارفه الدولار كان بجنيه بقى ب2 جنيه ما مثلا يعني. وكل حاجه مش هجيب اسلام، هجيب عادل، مش هجيب عادل، هجيب محمد. اكيد وفي مفاوضات
اذا كان هناك مفاوضات في مفاوضات مع 3 4 لاعبين، وبالتالي المفاوضات ما بتبقاش سهله ولا تنتهي في يوم وليله، الموضوع بينتهي في اسبوع او اثنين وثلاثه ويمكن اكتر، وحضرتك عارف الكلام ده كويس. فبالتالي كلنا في ظهر ادارتنا خلال الفتره القادمه، مهم ربنا بس يكرمنا في ماتش بكره ويكرمنا في مباراه يوم السبت وبعد كده مباراه البنك الاهلي، ونبتدي نتكلم فيما هو قادم. كابتن عادل، بكره ان شاء الله في مباراه الاهلي وسموحه زياد طارق وحسام حسن انتقلا من النادي الاهلي على سبيل الاعاره لنادي سموحه، كيف يمكن ان يستعملهم بكره، او كيف يمكن ان يستخدمهم كابتن طارق العشري في مباراه بكره، خصوصا حسام يعني جاب جونين في اخر مباراه من كرات ثابته، وطبعا هو بيستغل ان فريق الطلائع الحقيقه في الكرات الثابته في نقطه ضعف، فهو استغل كورتين الحقيقه، وكانوا متعدين 1-1، وبعدين في احد الكرات المرتده برضو حسام جات على ال 18 شاطها دخلت في الزاويه الضيقه بتاعه الحارس المرمى، صحيح، فكان فيها توفيق كبير يعني. طبعا حسام فيرود من الفراوده الجيدين جدا، والدليل على كده ان النادي الاهلي اشتراهم، طلعوا عارة 6 شهور وهيرجع تاني النادي الاهلي ان شاء الله يعني. فهو ما فيش شك انه هيلعب على زمايله، زمايله حافظينه بالنسبه للاداء، ولكن هيغير من طريقه وفكر طارق العشري، انه ممكن يبقى يلعب كرات طويله من البدايه، ما تبقاش على الطرف بس. فالحته دي طبعا المفروض ان المساك اللي هيلعب بكره ان شاء الله اذا كان محمود متولي او رامي، هيبقى الحته دي هتبقى متامنه ان شاء الله. برضو محمد عبد المنعم برضو كنت يعني اتمنى ان هو بكره ياخد هاف تايم ولا حاجه اذا كان موجود في القايمه، بحيث انه يبقى جاهز ان شاء الله باذن الله تعالى لماتش الزمالك. الاثنين طبعا عناصر جيده، لكن ولادنا ان شاء الله عاملين حسابهم ان دي بطوله من البطولات المحببه اليهم، واخدين 37 بطوله كاس، وبالتالي ال 38 ان شاء الله تبقى موجوده السنه دي باذن الله تعالى بالجهد وبالعرق، وعمرنا بنفكر في التأثيرات الخارجية طبعا من أي جهة يعني. ولا احتواء ولا روح بروتوكول ولا الكلام ده، ولكن في النهاية برضو مرة تانية الكابتن طارق مجدي، وهفضل طول الحلقة النهاردة في الساعة اللي فاضلة ان احنا نتكلم عن هذا الأمر. كابتن طارق مجدي حكم ساحة بكرة في مباراة الأهلي وسموحة، كل اللي عايزينه العدالة التحكيمية. كابتن سيد شعبان، مباراة الأهلي وفيوتشر كان لينا ركله جزاء واضحه وضوح الشمس بتاعت علي معلول، يا كابتن سيد من فضلك خد بالك لو ما شفتش تبقى تشوف او تبقى تدقق اكتر يعني في مباريات الاهلي تحديدا وسموحه، لانها مباريات بتبقى صعبه في كل المباريات الحقيقه، لانه ده مهم جدا لان التحكيم له دور يا كابتن. اسمح لي يا كابتن، يعني انت طبعا قلبك وجعك من اللي بيحصل، والدليل يعني الاخطاء القاتله اللي احنا شفناها، الراجل الحكم واقف مفيش متر ونص والراجل بيدوس على رجل هيكسرها، ويطلع خبير تحكيمي في كابتن احمد الشناوي قال لك رجليه ما اتكسرتش، وعايزه تتكسر يعني. فهو انا بستغرب جدا يعني ما نرضاش لحد صراحه، يعني كان بيحكم لنا زمان يعني، فهو الله يسهل له يعني. فانا يا كابتن المفروض ان انا شفنا في كاس العالم في حكم حسب بنالتي ما كانش بنالتي، ايه اللي حصل؟ استبعد من البطوله تماما. يا كابتن مش هينفع الطبطبه دي، الراجل بتاع الفار او الحكم اللي يغلط غلط كبير مؤثر يستبعد يا كابتن، يستبعد شهر شهرين. اللي يكرر يتشطب. ما انت اللعيب اللي بيغلط انت بتوقفه وبتعمل له غرامات والى اخره. اشمعنى يعني الحته دي، احنا مع ان دي سبب نجاح اي مسابقه في العالم حقيقي، التحكيم. وبعدين انا بستغرب لجنه الحكام، الناس بتخرج وناس بتطلع، والناس اللي بتطلع بترجع تاني، لا حد بيقول لنا ايه السبب ان هم مشوا ورجعوا تاني ليه، ومين رئيس لجنه الحكام اللي هو مين الناس اللي بتعين. فدي كلها حاجات، والدليل على كده ماتش المصري، والراجل اللي جه حكم ماتش مهم زي ده مع فار بالشكل ده. نعم. يعني كلها حاجات، ما يعني احنا نظريه المؤامره فعلا دي واقعه بتقول ان في مؤامره، لان ده مش ممكن ابدا حكم يتعين من منطقه الاسماعيليه وهم اهلنا وحبايبنا وكلنا مصريين، ان انا ابعد عن اي شبهه ان انا
الحكم دايما اجيبه من جهه تبقى محايده. الحاجه الثانيه احنا شفنا الاخطاء القاتله اللي اثرت على المباراه، ومع ذلك الراجل بقى يعني الوقت الضايع اتنين بنالتي. انا قبل ما اجي لك شفت حاجه كده على اليوتيوب، كابتن جريشه بيقول ان الدم ده يعني الجول اللي طلع جاد ضرب الكوره وبعدين ايديه كملت في الراس. كل الاستوديوهات وكل اللقطات اللي موجوده قفشه هو اللي لعب الكوره، والايد دخلت في وشه. ف يعني انا بستغرب الناس دي بتتحكم ازاي. لا يعني كابتن يعني عارف في يعني بيشوف الموقف ده ازاي، يعني واضحه لاي واحد مش حكم ولا حاجه. الراجل قاعد في الشارع، الراجل ملوش علاقه بتحكيم ولا بكوره، شايف ان يعني انا يعني في الحقيقه انا بستغرب. يعني لو اخ سمير يجيبها اهي، لا اللقطه انا عارف اللقطه الثانيه اللي مدوره، قفشه هو اللي لعبها بدماغه، البوكس رايح في وشه. طب الراجل اللي قاعد على الفار ده اتحاسب؟ ما هي يا كابتن الاخ جليتنبرج ده حاسبه ازاي؟ حاجه زي دي ما تتحاسبش. يعني انا يعني الحقيقه في ذهول. البوكس فين راح؟ فين الكوره خبطت؟ انا عايز اوري حضرتك كمان حاجه معرفش، بس صعب انهم يجيبوها. هي مباراه الداخليه والبنك الاهلي، الداخليه متقدم على البنك الاهلي 3-2 خلاص. الداخليه متقدم على الاهلي، كره زي دي بالظبط بس اتنين لعيبه، يعني واحد لعب بدماغه والتاني حط دماغه معاه. تم احتسابها ركله جزاء ضد لاعب الداخليه في البنك الاهلي، للبنك الاهلي لصالح البنك الاهلي. ده في الدقيقه كام؟ كام و90 وقت البدل الضائع والراجل بتاع حضرتك. شفته طبعا، هي نفس اللعبه بس دي اتنين لعيبه وده حارس مرمى وقفشه. وبعدين برضه لا في دم ولا في حاجه، ولكن الثانيه ولا فيها دم ولا حاجه، هو يا دوبك يعني مثلا انا وحضرتك، حضرتك بتلعب في البنك الاهلي وانا بلعب في الداخليه، حضرتك الكره اللي لمستها وقمت انا داخل في دماغك اتحسبت ركله جزاء. هو ده المعيار اللي انا خدت عليه. انا كمشاهد وانا بتفرج على المباراه، مباراه الداخليه، شفت الكره كده فخدت المعيار ده وعايز اطبقه في كره قفشه. اهي اهو قفشه لمس الكوره الاول. والنبي نبعتها للاخ جريشه، يعني نبعتها للاخ جريشه. مين اللي لعب الكوره؟ كابتن جهاد. يا كابتن جهاد من فضلك انت ليه يعني مين اللي لعب الكوره يا كابتن جهاد من فضلك؟ صحيح انت ليه يعني لمس الكوره قبلك؟ خلاص انت راجل حكم دولي وحكمت في كاس عالم، يعني استغرب بصراحه. فهي هي هي يا كابتن، انا لو انا مشاهد قاعد بتفرج وشفت المعيار ده في مباراة الداخلية والبنك الأهلي، والله يا كابتن ما تتحسب، والله بحلف بالله دي بتاعت الداخلية، بتاعت الداخلية ما تتحسبش أبدا. حسبها ودي ما حسبهاش. يعني هي شبيهة. والله يا كابتن هي قصة، فهي في الآخر عارف لو ما حسبهاش في الداخلية حتى لو سيبك من هي صح ولا غلط، بس أنا دايما اللي أنا بطلبه إيه؟ ان المعيار دائما يظل معيار واحد. مش كره النهارده الماتش الاهلي ما تتحسبش، وفي ماتش بره الاهلي اي ماتش بقى اي اكس ماتش ما تتحسب، وتيجي للاهلي ما تحسبش. هي بالظبط والله يا كابتن، بغض النظر عن صح ولا غلط، وهي وجهات نظر، لكن انت هنا حسبت. طب هنا ما حسبتش ليه؟ طب هنا قلت الحكم كويس، طب هنا ما قلتش الحكم ليه؟ هي نظريه المؤامره بتطبق وبتطبق، يعني مش بذكاء. مش بذكاء. يعني لو بذكاء انت راجل اللي قاعد على الفار، ابسط حاجه انده للحكم قول له تعالى بص. بالظبط. ده الراجل مش عايز ينده له يقول له تعالى. صحيح. وبعدين المفروض كلاتنبرج بيبقى فيه بيطلع الرساله اللي موجوده ما بين الفار وما بين الحكم. يعني ما اعتقدش انها طلعت المره دي. هل اللي قاعد على الفار اخ محمود بسيوني بعت له رساله عشان يجي يبص؟ ولا هي العمليه جايه علشان اعطل النادي الاهلي؟ يا كابتن مش هينفع الطبطبه. اذا كان كلاتنبرج اللي بياخد مبلغ وقدره وجاي عشان يطور، مش هينفع اللي يبقى فيه ثواب وعقاب. الحكم اللي يؤدي اداء مشرف اكافئه واديله ماتشات. الراجل اللي بالنوعيات اللي هي بنشوفها ديت يستبعد. احنا شفنا في الاتحاد الاوروبي استبعد كام حكم نتيجه تواطؤ، والاتحاد الافريقي 12 حكم مره واحده اتشطبوا من سجلات الاتحاد الافريقي. نتيجه ايه؟ نتيجه ان هم سمعتهم
ونتيجة الألعاب اللي هي بتبقى في منتهى السلاسة ومنتهى السهولة والحكم بيتغاضى عنها بيبوظوا اللعب. بيبوظوا اللعب ليه يا كابتن؟ في هناك استفادة. الاستفادة دي طبعا طبعا ما تقدرش ان انت تمسكها، ولكن بالاطراف مره واثنين وثلاثه، لما تتكرر مره واثنين وثلاثه ايوه يبقى هناك في خلل. صحيح. لابد من الجلسه اللي كانت موجوده النهارده، من فضلك تعالى استبعد حكم او اثنين او اشطبهم من اللي هي الاخطاء بتاعتهم متكرره. يعني الاخ اللي قاعد على الفار النهارده يفضل مستمر؟ انا بكافئه؟ بكافئه ازاي؟ حاجه زي دي يعني لو وصل، يعني ده كل يعني جمال الشريف وكل الحكام اللي موجودين بره يعني حكام كبار جدا. هي بيني وبينك برضو يا كابتن عادل، لو حضرتك بما ان حضرتك فتحت هذا الامر او يعني بنتكلم في هذا الامر، انا شايف ان في مشكله في التوقيتات. يعني ايه؟ النهارده هو جايب بكره ان شاء الله في مباراه بكره كابتن طارق مجدي حكم ساحه وكابتن سيد شعبان حكم فار، خلاص؟ طب هو ده توقيت تجيب فيه حكم كابتن سيد شعبان؟ كابتن سيد شعبان كان حكما للفار في مباراه الاهلي وفيوتشر، والاهلي وفيوتشر كان هناك ركله جزاء صحيحه للنادي الاهلي لم يتم احتسابها. بيكافئ يا كابتن. فاكمل بس النقطه دي لانها مهمه. فالتوقيت اختيار، يعني انت جايبه دلوقتي ليه؟ زي مثلا كابتن وليد عبد العزيز، الناس كلها بتشتكي وكذا وكذا وكذا، تقوم جاي مكرر الراجل كابتن سيد شعبان مره ثانيه في ماتش حاسم زي ده؟ ماتش حاسم يعني لازم حد يكسب خلاص. وعلى الجانب الاخر، عشان كده بقول لحضرتك التوقيتات هي اللي قد تكون خاطئه، لانه انت جايب كابتن وليد عبد العزيز، مع احترامي كابتن وليد لم يدير مباراه للنادي الاهلي قبل كده، كابتن وليد عبد الرازق اقصد. فكابتن وليد عبد الرازق لم يدير اي مباراه للنادي الاهلي، جايبه في مباراه زي دي اهلي ومصري وتخليه يدير مثل هذه المباراه؟ شوف يا كابتن، خلينا صرحه بقى وانا صريح معاك بقى. اتفضل. يعني العمليه بقالنا سنتين وده الموسم الثالث احنا عمالين بنتكلم على الحكام، هناك جهه ما ورا بتدعم الناس دول ان هم يعملوا الشغل ده. الراجل بيبقى متاكد 100% ان مفيش حد هيقرب له ولا حد هيحاسبه، وبالعكس انا بنفذ اجنده، الاجنده دي انا بترقى طبعا. فانا لما اغلط الغلطه الكبيره ديت وبعدين ارجعه تاني في التوقيت ده، يبقى هناك في اتحاد الكوره من يدير الملف ده. احنا كلنا بنتكلم عن مين؟ عن كابتن احمد ابو العلا. هو ليه كابتن احمد ابو العلا هو اللي بيوزع؟ احنا بنقول طب ما تدوا الكابتن توفيق سيد او غير الكابتن توفيق، عشان ما حدش يقول لك كابتن توفيق، اي اكس من الاسماء هو اللي يوزع تاني، مش لازم كابتن احمد ابو العلا هو اللي يوزع. هو ليه كابتن احمد ابو العلا يوزع؟ التوقيتات خاطئه يا كابتن. كابتن احمد ابو العلا مع احترامي ليه، هناك من يوجهه يا كابتن. الاتحاد الكوره بيعمل ايه؟ هو اللي ماسك اللجنه دي. كل واحد عايز يجيب الناس بتوعه طبعا، واظن بيتكتب في كل الجرايد، ما بنقولش اسرار يعني، كل واحد عايز طبعا طبعا. فمشي ورجع تاني، رجع تاني لانه برضه بينفذ الحاجه اللي فهي الحكام. يعني هو النهارده كان في اجتماع برضه ما بين اتحاد كوره ورابطه الانديه و كلاتنبرج، هل من الممكن الاجتماع؟ يعني قال انه احنا قعدنا معاه وقلنا له خلي بالك والفتره الجايه وزود واعمل وبتاع، وقال لهم حاضر. كلاتنبرج، هل من الممكن ان نرى امور ايجابيه في هذا الاجتماع بعد هذا الاجتماع خلال الفتره الجايه؟ وقالوا ان كل شهر هيقام هذا الاجتماع دوريا. والله يا كابتن اتمنى، بس انا شايف زي ما الكابتن خطيب قال امبارح، قال هناك يعني النادي الاهلي بيعاني من ضغوطات كبيره حقيقي، ومنها الجانب دوت، لان الجانب ده في غايه الخطوره، لانك انت عمال تدوس وتستفز جمهور النادي الاهلي اللي بيقدر ب 80 مليون. مش جمهور النادي الاهلي وبس، ده جمهور النادي الاهلي والشعب المصري اللي هو اغلبه اهلاوي، انت بتستفزه كل مباراه. وبعدين وفي الاخر انت بتطلب ايه؟ بتستفزه ليه؟ لا انت في الاخر بتطلب ايه كمان؟ انت لا تطلب شيء، انت تطلب العداله. هو النادي الاهلي ده مش نادي مصري مشرفك؟ طبعا هو ده نادي جاي من حته ثانيه يعني. انا على اتحاد كره القدم ان هو يشوف ايه اللي بيحصل، لانه الحقيقه اللي بيحصل حوالينا ده بشيء صعب جدا، ولن يسكت احد على مثل هذه الامور بالحق وبالمنطق وبالاخلاق وبالمبادئ اللي احنا دايما بنمشي وبنتكلم بيها. خلينا نطلع نشوف اخر استعدادات النادي الاهلي ونرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه. طيب برضه يا كابتن عادل، الى اي مدى ستؤثر الغيابات على النادي الاهلي من الناحيه، هل ستؤثر سلبا ام ايجابا؟
لا من مجرد الاصابات ما يعني الحمد لله بترجع، يعني طاهر بيرجع، محمد عبد المنعم بيرجع، بيرسي تاو بيرجع، فالى جانب الثلاثه المميزين اللي احنا جبناهم احنا ناسيين كريستو وخالد ومروان، دي كلها ثلاث اضافات ممكن جدا الراجل يبتدي يدخلهم في توقيتات يضمن بنسبه 99% نجاحهم. يعني في توقيت معين يبتدي يدفع بيهم، ما يحملهمش غير ان هو يكون الفريق ماشي بشكل جيد ويدفع بيهم علشان يبقى في قبول من الجمهور ويبقى في فائل حسن باذن الله تعالى لانضمامهم للفرق. فطبعا الرجوع للشباب الى جانب طبعا في ايمن اشرف موجود، اذا طبعا من بعد ما كان هناك كلام على انه يطلع اعاره المدير الفني رفض مع لجنة التخطيط انه ايمن ممكن النادي يستفيد منه في الفترة اللي جاية، فطبعا اضافة هتبقى برضو اضافة قوية، الى جانب طبعا الباك رايت عندنا هيبقى فيه برضو اكتر من يعني في هاني وفي خالد، وخالد هيبقى اضافة قوية جدا طبعا لو لعب بكرة هيبقى مؤثر جدا، لان بكرة دي الفرقه بتاعته وعارف كويس قوي الراجل اللي بيلعب عليه، بيلعب عليه بقاله سنتين ثلاثه معاه، فبالتالي هيبقى حافظه طيب. وعارف هو بيأدي ازاي. قبل بس ما نقفل موضوع الحكام، عشان اتبعت لي دلوقتي خبر موجود على المصري اليوم من يوم 23/12/2022، يعني من شهر او اقل من شهر، اتحاد كره القدم بيعتمد التشكيل الجديد للجنه الحكام. يترأس اللجنة كلاتنبرج وعلى صعيد المسؤولين جاء التشكيل كالآتي. تشكيل لجنة الحكام القسم الأول، مين اللي مسؤول عن التعيين فيه؟ كابتن توفيق السيد وكابتن مهند ضبا. قسمان الثاني والثالث كابتن محمد فاروق، كابتن حمدي فتحي، كابتن ياسر محمود، كابتن تامر دوري. إذا مين المفترض أن هو مسؤول عن توزيع الحكام في القسم الأول؟ كابتن توفيق السيد وكابتن مهند، صح؟ هل كابتن توفيق السيد بيمارس عمله؟ لا مش الضافه ابو العلا؟ معرفش. انا حتى الان ده التشكيل اللي قدامي هو رسمي. محمد فاروق رجعوه تاني. مصر اليوم. محمد فاروق رجعوه تاني. رجعوه تاني. ابو العلا رجعوه تاني. فالحقيقه يعني انا اقصد اقول لحضرتك ان في الاخر حتى لو الكابتن محمد فاروق رجع، الكابتن محمد رجع نائب. رجع نائب لكلاتنبرج، لكن انا اقصد ان مين المسؤول عن التعيين؟ كابتن فاروق السيد. صح؟ توفيق السيد، انا اسف. فكابتن توفيق السيد هو اللي مسؤول، لكن الكابتن احمد ابو العيلة هو اللي بيعمل كل حاجه برضه. تخيل. ما ليه سند في الاتحاد، وده اللي انا اقصده. ده اللي انا اقصده، ما انا اقصدش حاجه ثانيه، انا بتكلم على في الكوره. اتحاد الكوره يعني. اتحاد الكوره اللي اغلبه طبعا واضحه. اغلبه يعني يعني وحتى هم جم بدون انتخابات، وطبعا اللي قبليه طبعا ثلاث سنوات اللجنه، ثلاث سنوات واللي قبليها اللجنه اللي هي الخمسه، كل دول جايين باجنده معينه. اوكي. والاجنده نجحت انها تبعد النادي الاهلي الموسمين اللي فاتوا. اظن بقى جمهور النادي الاهلي يصحى ويبقى عارف ايه اللي بيجرى لناديه، وبالتالي لابد يبقى ليه وقفه. ويبقى الوقفه دي مش مسانده، الجمهور بيساند وربنا سبحانه وتعالى بيدفع الناس اللي هي بتشتغل بضمير وبتشتغل بامانه ومن طبعا. غير من غير فساد، ربنا بيديها من اوسع الابواب. فطبعا السنتين دول بيقاس النادي بتاريخه ومبادئه وقيمه، مش بعدد البطولات اللي هي بتتاخد بطريقه غير شرعيه. نعم. هيتقال على مدى التاريخ ان في موسمين كان في اخطاء 18 بونت و15 بونت والاهلي عانى منهم. أيوة. من حالات طرد ولا اخر. ايوه. وبالتالي اعتقد اللي رجع الاخ ابو العيلة تاني بعد ما كان الدراع اليمين للكابتن عصام عبد الفتاح. ايوه. بترجعه تاني. تستغل الراجل كلاتنبرج ان هو ما عندوش خلفيه عن الحكام، وبالتالي مع مش عارف مين ده. عارف كابتن عصام فتح كان طالع من اسبوع كده قال لك ايه؟ بيهاجم الراجل. عادي. لا مع 8 سنين حضرتك عمل ايه في 8 سنين؟ عمل ايه في 8 سنين؟ ايوه انا بقول لك 8 سنين.
ده انا لو انا كل يوم بشتغل دقيقه كنت خليت لجنه الحكام دي 4 5 رايحين كاس عالم. لو انا بشتغل دقيقه في اليوم 8 سنين وبيهاجم كان عضو مجلس اداره وكان متولي متولي على التحكيم يا كابتن، وكان متولي الاشراف على التحكيم. هو كل الاذرع دي موجوده حتى الان، الاذرع دي موجوده لحد النهارده. فالراجل كلاتنبرج لو هو الشخصيه اللي احنا كنا نتمناها، يا اما يطلع كده للناس وياخد قرارات، يا اما يستقيل ويمشي، لان ده هيبقى في تاريخه. مظبوط، هيبقى في تاريخه. اخيرا يعني يا كابتن عادل، توقعاتك لسير المباراه بكره الاهلي وسموحه؟ البدايه هيحاول طارق انه يضغط من البدايه. يضغط؟ يضغط بسيط كده، جس نبض، يحس ان في غلطه ولا حاجه، وبعدين هيرجع لاول الملعب. يعني ضغطه بسيطه كده 3 4 في القدام، انما 7 8 واقفين ورا يعني. لما يلاقي طبعا النادي الاهلي والبدايه والشغل وطريقه الهجوم اللي احنا هنلعب بيها، اعتقد بيروح راجع بقى نفس ويلعب نفس العاده بتاعته، يرجع برضه بالكثافه العاديه 9 والراجل اللي واقف ورا علي معلول عشان تتعمل له. فدي اعتقد كانت واضحه جدا، واعتقد كولر يعني بحكم خبرته بحكم رؤيته، والماتش كان قريب، والجهاز الفني طبعا موجود معاه، والكابتن سيد وسامي وكل الناس اللي موجوده عارفه هم بيأدوا ازاي. وبعدين الحته المهمه كابتن اسلام، وهي تضييع الوقت. ايوه، يا رب اتمنى الكابتن طارق يعني حكم لنا ماتشات كتيره. اعتقد كابتن طارق مجدي، طارق مجدي، اعتقد سمعتك اهم من اي شيء اخر. سمعتك قدام ولادك وقدام قرايبك وقدام الناس وانت ماشي في الشارع اهم من اي منصب او اهم من اي حاجه فيها استفاده دنيويه. طب والاخره فين؟ ما بتفكرش في الاخره؟ العداله كابتن، هنا كابتن عادل لا يريد شيئا الا العداله فقط، لانك انت ربنا حطك في المكان ده علشان انت تحكم بصفاره بالعدل. الحاجه اللي انت شايفها غلط صحيح صفر عليها. ما فيش حد هيفيدك، ربنا بس اللي بيفيد، ما حدش انا هيفيدك. انت فاهم يعني؟ لو في حد هيفيدك، ما فيش حد هيفيدك الا بامر ربنا. فانت اللي انا بتمناه على زملائنا واخواتنا وحكامنا، ما تخليش حد يفرض رايه عليك او ياخدك في سكه. السكه دي وراها ايه؟ صحيح. وراها خراب وفساد. صحيح. لا، انت راجل ضامن تروح بيتك بعد ما بتظلم الناس، ضامن انك تروح؟ لا، خد بالك ان في رب رقيب عليك وانت بتحكم المباريات. مش معنى ان انا بتكلم او حضرتك بتتكلم ان انا بننقد، احنا ما بننقدش الشخص، احنا بننقد القرارات اللي بتتاخد. والله لا رئيس الاتحاد ولا النائب بتاعه ولا اعضاء مجلس الاداره هيفيدوك بحاجه. قاعدين سنه ولا سنتين وهيمشوا. مين اللي هيفيدك؟ انك تراعي ربنا وتراعي ضميرك وتتقي ربنا. انت عندك ولاد وعندك زوجه، ضامن ان ما حدش منهم يعيا؟ هتصرف عليهم المال حرام؟ انت القرش اللي انت بتاخده، اللي انت بتاخده في الماتش، انت هتصرفه في ايه؟ اذا انت بتظلم هيصرف في حرام. صحيح. من فضلك الناس اللي بتضغط على الحكام ابعدوا عنهم. الناس اللي في اتحاد الكوره اللي بيضغطوا على الحكام ابعد عنهم، علشان الفساد بقى وصل لمرحله غير طبيعيه. المغرب تلعب في كاس عالم تكسب فرق يعني ما حصلتش في التاريخ، نظموا البيت من الداخل، وكل الناس اللي موجودين هدف واحد. صحيح. المغرب هدف واحد، المغرب مش مصلحه شخصيه ولا منصب. وشوف بنشوف الحكام بتاعتهم على اعلى مستوى. صحيح. بالتالي اللي انا بتمناه ان حكامنا، والله انا متاكد ان هم بخير، لكن الضغوط اللي عليهم من الناس الموجودين في الاتحاد واللي هم جايين بطريقه غير شرعيه، انا من رايي زي اللجنه اللي جت برضو الثلاثيه والخماسيه برضو جت بطريقه، مين كان يعرف في الفيفا يعرف فلان او فلان او فلان؟ لا، بترشيحات من عندنا وصلت ان احنا بقى في ضغوط معينه. انا النادي الاهلي لازم اعطله. حتى شفنا احنا في بطوله افريقيا ايه اللي اتعمل معانا اخر بطوله، كنا كانت هتبقى الثالثه، ايه اللي اتعمل فينا من تحكيم، من نقل مباراه، من جواب بيستخبى،
والراجل ما اتحاسبش لحد النهارده، وليد العطار قاعد وبيترقى برضه. لا، في حاجه غلط في الاتحاد، وبقول لهم رساله: التاريخ ما بيرحمش، لا اولادك ولا احفادك هيرحموك من الاداء اللي انت بتاديه بالشكل ده، لانك انت بتبص للكرسي، والكرسي ده يا تسيبه بمزاجك يا تسيبه غصب عنك. والله ان الكرسي اللي انت قاعد عليه هتسيبه بمزاجك يا غصب عنك، فانت اعمل لاخرتك، واعمل انت اتحطيت في مكان زي ده. مصر كبيره قوي، مصر عظيمه قوي، تستاهل من اتحاد كوره يبقى القرارات بتاعته شامخه مؤثره تسعد الناس وتدي الحقوق للناس، وتعين كل واحد في مكانه الصحيح والراجل المناسب في المكان المناسب. وكتر خيرك على الاستضافه دي. لا، ده انا اللي بشكرك جدا يا كابتن على وجودك معانا، ودايما بنستمتع بوجود حضرتك معانا. شكرا جزيلا يا كابتن عادل طعيمه. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل احمد مجدي ومحمد جمال في ضيافه البيت الكبير.